بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على حبيب الله محمد. اليوم هو الخميس الموافق 18/1442 هجرية، وقابل 1455 من بعثة الرسول، ويقابل 20/5/2021، ويقابل 2054 من ميلاد النبي عيسى. أيها الأخوان، أيها الأخوات والأخوة، رابط منا في الذكاء وروح التحدي والمسابقة وبعث روح الشباب في الناس وعدم اليأس والقنوط من هذه الحياة، لأن أكثر ما أدري ليش، ما لست أدري لماذا بعض الناس عندما يبلغ 60 عاما يصبح من زاوية لا تستطيع الحديث معه، ويصبح يثور كما تتيتت الأسباب نتيجة ضغوط الحياة، ونتيجة أن الإنسان يبقى مع أولاده ومع امرأته أكثر الناس عليه. الآن الأمرين يعني ينظرون لأنه مسط المتاف يدبغونه من جانبين، يعني أنا لا أعمم، يمكن بعض البعض فتبقى وهو قليل إن شاء الله، فيتعرض للدق من كل الجوانب، ويأتي كرينجينج كذا، يعني يهمس كذا، وبالتالي نحتاج أن نذكي في روح الأمل إنه نو سنت سوء. وذلك سوينا مسابقة كسر الأعضاء، ومن شروط المسابقة هي شروط بسيطة جدا، أن يكون المتقدم 60 سنة فما فوق، من 60 سنة إلى 110 هذا مقبول في العمر، وكلما يعني السن تقدم كانت الجائزة أكبر. وهناك مسابقة أخرى لقذفه من الطائرة بباراشوت، ويتلقى يعني دعم وتشجيع، و لنذكي فيهم ان انت تقدر تستطيع انت تستمر في العطاء. بعض الناس اذا تقعد من عمل او كذا خلاص ينتظر الموت، وهناك حديث يعني من سبب الرسول انا لم يصل عندي كباحث حديث، يقول عمر امتي من 60 إلى 70 من صحاب الحديث، فالرسول يعني يبسط الاثر كان للدنيا. سنذهب لكسر الأرض، هذا ساك، طبعا هذا ساك خروف، كسر ليس بالبسيط، ليس ليش بالبسيط، وقل أن يعني يجتاز هذا الاختبار إلا منهم عتاولة يعني كذا عضلات، لكن احنا فتحنا باب المسابقة من يعني تقريبا أسبوع ولا زال مفتوح. كسر الأرض مثلا هناك طرق تكسر الأرض كذا هكذا، انظر إلى هكذا تكسر كذا على، ولكن بالعادة والنورمال يعني الناس الضعفاء يعني كبار السن الذي ما في اسمه ضعفاء يعني الذي يعني قوة قليلة، فهذا النورمال هذا الطريقة التبكة التقليدية لكسر العظم كذا، بعدين بسم الله إلين عندك العظم. شوف أنا كذا عشان مصور يقدر يطالع، طبعا ما بكسره، لكن إيش تعطيه إيش موزة تهز العظم عشان يلين العظم فيك. لما تكون في هذا السن تبعث فيك الروح إنك تقدر تكسر العظم. بعض الناس يبي الحديد كذا، بعض الناس دق كان فيها أول البعير يمشي بالطلق ممكن 6 كيلومتر ولا أكثر، ناس يلحقونه ويطوفونه ويمسكون في شعفته وهو الطلق ويمشون معه. خالي رحمه الله كان يطوف الكلب ويمسكه، وإنسان
دقيق دقيق في الأمريكان يمسك الواحد ينسى نفسه كذا. كنت أنا في الشباب يعني بعض التحديات التي يعني لا أذكرها، لكن أنت ابن اليوم، أذكر ماذا أنك تعمل يعني. ما تقول والله أنا مثلا لا ما فيش اسمنا كبير ولا صغير، يعني تحدي. ثم ننطلق، إذا اجتاز هذا إنسان قصر العظم ننطلق به إلى الصخور والحضارات. ويوصفني أن الفرنسيين يتسلقون الجبال في وقت بن هاشبل، وما حد ما رأيت أحد يتسلق في العلم. ثم نذهب إلى المنحدرات ونضعه في منحدر صخري يعاني من بنفسه، وإن سقط يعني الحين يسقط عادي، لازم تسقط وتتزلخ، تجيك صروخ كذا يعني، تجيك الصخرات تجيبها كذا، بعدين يجي أبيض أول شيء، بعدين دماء، وهذا يدل على شجاعتك وفطورتك. أنت يعني تزحف على الصخور ثم تسقط في المنحدرات، ويجيك الدماء وركب كذا، ولا يعني لا تشعر بال يعني تستمر. وطبعا ما بتبكي، انت كبير في السن، كبير السن، لكن لا تتأوه ولا تصمد، تصمد صدق. بعض الناس يقطعون يصمد، يقطعون اذا صار يختتل، عبي ختل عبي ختل، والدماء تسيل منه، وسكت صار مع رجل ما عاد يبكي. طبعا المصور هذا اللي صورني هذا صديق عزيز، حر شريف مناضل، يعني أقول لكم سنوا عليه، تمتع بشجاعة قل أن يكون لها نظير. يعني هو الصخور ينجرح ويتساقط مع الصخور، وتروح الدماء من كل مكان، ويقوم ويغني كذا، ويعني ما كان شيء سهل ما شاء الله. هذه روح منه وهو شاب، ولكن بعض الشباب الله يهديهم وبعض الكبار يعني كذا مهمز كذا قاعد متمطع كذا اليوم، عشان كذا سوينا السباق هذا. محدثكم سعيد بن ظافر بن سعد بن شحفة، ما أقول التاريخ الطويل ذاك، ورقم التواصل للأنظمة المسابقة 050-165-725. يا أخوان الشروط لازم أنك من 65 فما فوق، من 65 إلى 100 مقبول في المسابقة، 80 كذا، كل ما مثل واحد من عمره 100 سنة، وكسر العظم هذا جائزة فوق 1000. واحد عمره 65 تبدأ من 200 ريال إلى حسب يعني إمكانياتي أنا المتواضعة. وإن شاء الله أن نتلقى دعم، إن شاء الله أنا واقف على تاريخك، لأن نتلقى دعم للسباق في هذا المجال. والإنسان يعني لما تزلخ مع الصخور مع المنحدرات كذا يصبر، احيانا دقه هنا دقه هنا دقه دقات ابد منها، لكن يصبر. هذا اختبار، كيف تختبر وتنجح قدام الناس قدام الجماهير تحت تاثير التشجيع، تنسى عمرك. هم سمعت بس كذا، واسال الله لنا ولكم التوفيق. والرسول قال إذا قامت الساعة وهي في أحدكم فسيلة فلا ترسل، كنانتك ما تستسلم، لا تأذي الناس، لا تظلم الناس، واعمل صالح وارض الإله وأتي إلى خير. هذا ما أحببت أن أقول هذه المجالة. أي استفسار على الواتس اللي ذكرت، وأعيد مرة أخرى أشيد بهذا البطل اللي صور، يعني لو ترون يعني بسم الله سموا عليه، يعني قل أن أجد نظيره من شجاعته وأقدامه وتسيل الدماء منه ولا يفكر فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.